ارجع للاستاذ محمد. هو عنده مشكله البطن والفخذين زياده وقاعد يا فندم سنه 35 سنه. للناس اللي عندهم مشاكل في الفخذين بالذات تناول الفجل احمر بشكل مستمر حلو جدا. شد مشي الرجل باستمرار بيساعد على تقويه العضلات فبيساعد على حرق الدهون. لو انام على ظهري وارفع رجلي بشكل بسيط قوي يوميا حتى العشر دقائق بيبدا يثار عمليه الدوره الدمويه فبالتالي بيبدا يتخلص من الدهون. ابدا ادهن زيت الياسمين مع زيت اللافندر وقلنا اتكلمنا عليه قبل كده ده من تحت لفوق. يبدا يعمل اذابه مؤقته. لو الدهون متكيسه يفضل اجهزه موضوعيه تتخلص من الدهون الموجوده مع تقويه العضلات. انا خلصت تماما من مشكله الدهون في منطقه الارداف. ممتاز. البطن بقى لو هو تقريبا بالشكل دوت يبقى عنده تحت السره دهون متكيسه بتاثر عنده في هرمونات الذكوره حنون عليها قبل كده. فبيستخدم هنا معاه ليزر مع ميزل سيرابي بشكل مقنن احنا اكدنا عليه. بيبدا يحصل عمليه تحسن في الحاله النفسيه. دي اول حاجه بلاحظها تحسن في منطقه البطن مع الارداف. يبدا الشيب بتاعه يتغير مع نظام اكل بيبرمج جسمي. يبقى شوف ماشي ازاي دايره علاج خط ورا التاني. برافو عليك. بس أوي. أكل. بس أوي. فبالتالي بوصل لنتيجه مرضيه جدا في اسرع وقت ممكن وبشكل صحي مريح بشكل مريح. ولو بياخد اي ادويه هيبدا يبطلها تدريجيا ويبدا يتحسن الحاله بتاعته. عظيم يا دكتور. انا بصراحه احييك دكتور حاتم ان شاء الله.